السلام عليكم ورحمة الله، طاب مساكم بكل الخير. إليكم الموقف الإخباري. أعلن المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة الدكتور العميد الطاهر أبو هجة أن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما. القوات المسلحة بيان: بسم الله والوطن. حاول بعض الضباط والرتب الأخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم القيام بمحاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد. تمت السيطرة والقبض على معظم المشاركين في المحاولة الفاشلة، 21 ضابط وعدد من الصف والجنود. تمت استعادة كل المواقع التي سيطر عليها الإنقلابيون. ما زال البحث والتحري جاري للقبض على بقية المتورطين. الله أكبر والعزة للسودان. وحي رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ضباط وجنود سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة لوقفتهم الصلبة وسيطرتهم على الأوضاع واحتواء ما جرى بحكمة مما جنب البلاد إراقة الدماء. وأكد لدى مخاطبته ضباط وجنود سلاح المدرعات بمنطقة الشجر اليوم بحضور الفريق أول محمد حمدان دجلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، أكد وحدة واصطفاف القوات النظامية مع الشعب لحماية الفترة الانتقالية. كلنا في خندق واحد واقفين، عندنا قضية واحدة واقفين من أجلها كلنا، احنا كسودانيين. وانا قبل كده جيت هنا وقلت لكم انتوا راس الرمح في الحفاظ على عقيدة السودان، وانتوا راس الرمح، وانتوا القوة الأساسية اللي احنا بنعتمد عليها في المحافظة على وحدة هذا السودان. اول حاجة نحن بنحييكم كلكم على وقفتكم اللي وقفتوها الليلة الصباح، وبنحييكم كلكم على وقفتكم اللي وقفتوها من أجل الحفاظ على تماسك القوات المسلحة. نفتكر انه اي شرخ كان ممكن يحصل الليلة كان هتكون عنده نتائج مدمرة ونتائج كارثية على وحدة الجيش، على وحدة القوات النظامية، على وحدة البلد. فانتوا وقفتوا موقف مشرف تستحقوا عليه ان نشد على ايديكم واحد واحد ونقول لكم انتوا كلكم مع اخوانكم الان السادين في كل مكان في السودان، انتوا الحارسين البلد دي، ما في زول ثاني، ما في زول زايد عليكم، ولا في زول بيقول الجهه الفلانيه حرس ولا الجهه الفلانيه حمد. قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الفاشلة كانت تستهدف الثورة وكل ما حققه الشعب السوداني من إنجاز وتقويض الانتقال المدني الديمقراطي وإغلاق الطريق أمام حركة التأريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. جماهير الشعب السوداني وقوى الثورة، المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية وشهداء ثورة ديسمبر العظيمة الذين مهروا بدمائهم الذكية وتضحياتهم مسيرة هذا الشعب نحو الحرية والسلام والعدالة والاستقرار والنماء. لقد تابعتم فجر اليوم المحاولة الانقلابية الفاشلة والتي كانت تستهدف الثورة وكل ما حققه شعبنا العظيم من إنجازات لتقويض الانتقال المدني الديمقراطي وإغلاق الطريق أمام حركة التاريخ. ولكن كالعادة فإن عزيمة شعبنا كانت أقوى والردة مستحيلة. اجتمعت مع قيادة قوى الحرية والتغيير وأجريت اتصالات مستمرة مع رئيس مجلس السيادة وسؤالي متابعة هذا الوضع الهام ووضع الحقائق أمام شعبنا. ما حدث انقلاب مدبر من جهات داخل وخارج القوات المسلحة، وهو امتداد لمحاولات الفلول منذ سقوط النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي. سبقت المحاولة تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن
واستغلال الأوضاع في شرق البلاد ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق المواني وتعطيل إنتاج النفط والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية. الانقلاب هو مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية التي أشرنا إليها رئيس الوزراء الطريق إلى الأمام، وهو يؤشر بوضوح إلى ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية. الانقلاب يستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل الشفافية والوضوح، والوصول إلى شراكة مبنية على شعارات ومبادئ الثورة، وطريق يؤدي إلى الانتقال المدني الديمقراطي لا غيره. لأول مرة هنالك أشخاص تم القبض عليهم أثناء تنفيذهم للانقلاب الذي قطع خطوات عملية، بما يستدعي كشف الحقائق كاملة للشعب السوداني والعالم ومحاسبة كل الضالعين عسكريين ومدنيين وبشفافية ووفق القانون. الحكومة مع الأجهزة المختصة وما في ذلك لجنة تفكيك نظام 30 يونيو ستتخذ إجراءات فورية لتحصين الانتقال ومواصلة تفكيك نظام 30 يونيو الذي لا يزال يشكل خطرا على الانتقال. في وقت يشهد اقتصادنا الوطني انتعاشا واضحا، وبدأت السياسات الاقتصادية الإصلاحية تؤتي أكلها مما يتضح في كل مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك يستدعي تعزيز ولاية الحكومة ووزارة المالية على كل الموارد والعائدات المالية وتوجيهها لتحسين الأوضاع المعيشية لشعبنا كقضية ذات أولوية. ندعو شعبنا لممارسة حقه في كافة الأشكال السلمية لدعم الحكومة الانتقالية وتحصين الانتقال. ضرورة إكمال مؤسسات الانتقال وعلى رأسها المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة العالي والمفوضيات. إن وحدة قوى الحرية والثورة والتغيير هي الضمان والمحصن للانتقال المدني الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة. إنما حدث هو درس مستفاد ومدعاة لوقفة حقيقية وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح. المجد للشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلن وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول السيطرة على المحاولة الانقلابية الفاشلة فجر اليوم، وأكد أن الأوضاع تحت السيطرة التامة، حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحري معهم بعد أن تم تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة. الرحمن الرحيم. جماهير الشعب السوداني، تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد. نؤكد في الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية بأننا نعمل بتنسيق تام، ونطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة، حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحري معهم الآن بعد أن تم تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة. وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الانقلابية. الثورة باقية وماضية في تحقيق غاياتها، ومؤسسات الحكم المدني محروسة بإرادة قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني الأبي. ندعو كل قوى الثورة من لجان مقاومة مدنية وأطراف السلام والأجسام المهنية والنقابية وكل قطاع الشعب السوداني إلى توخي اليقظة والانتباه للمحاولات المتكررة التي تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة. تؤكد مؤسسات الحكم المدني أنها لن تفرط في مكتسبات الشعب وثورته، وأنها ستكون على خط الدفاع الأول لحماية الانتقال من قوى الظلام المتربصة بالثورة. سنوافيكم لاحقا بالتفاصيل الكاملة للمخطط الانقلابي الفاشل الذي يحاول إعادة عقارب الساعة للوراء. المجد والخلود للشهداء، وعاجل الشفاء للجرحى، والعودة الآمنة للمفقودين. عاش نظام
كانت القوى السياسية ممثلة في أحزاب قوى الحرية والتغيير المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأكدت في بيانات لها صدرت تباعا أنها ستعمل على حماية الثورة المجيدة، وناشدت الشعب السوداني بدءا من لجان المقاومة والقوى السياسية والمدنية الوقوف خلف حكومة الثورة وحماية مكتسبات الوطن. أعربت دول ترويكا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج في بيان لها عن دعمها القوي لعملية الانتقال الديمقراطي للسودان، ورفضت أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني لإنشاء مستقبل ديمقراطي سلمي ومزدهر، مطالبة بأن يعمل المكونان المدني والعسكري وجميع الفاعلين السياسيين معا منعا للتهديدات التي تواجه الانتقال الديمقراطي وإنشاء مؤسسات انتقالية ومعالجة التوترات في الشرق والمناطق الأخرى. هكذا وصلت بكم إلى نهاية الموقف الإخباري. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.